بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم متابعينا، استكمالا لسلسلة دروس تعلم لغة الـ HTML لتصميم تطبيقات الإنترنت. بنتكلم اليوم عن القوائم، كيف نشتغل HTML List قوائم. مثل الآن المثال الموجود أمامنا، احنا أخذنا مثال على صفحة دكتور محمد غزال الشخصية، والآن هذا المثال أمامنا موجود حتى نرى إنه كيف إحنا استخدمنا القوائم اللي هو الـ HTML List حتى نستعرض الأمور بترتيب بترقيم، سواء كان ترقيم 1 2 3 وهكذا. مثل هذا الترقيم هذا بنسميه Order List، هذا الترتيب بنسميه Order List، أو ترتيب آخر بنسميه Unorder List اللي هو منقط بالطريقة اللي إحنا شايفينها أمامنا. طيب لاحظوا هنا معايا انه في عندي انا هنا ترتيب واضح، هذا ترتيب اللي هو ايش؟ المنظم او الاوردر ليست بالطريقه هذه، ما فيش فيها اي نوع من التداخل. ولكن في الشكل الاخر لاحظوا معايا انه هنا في تداخل، في هنا اوردر ليست او ان اوردر ليست موجوده في داخلها. ايوه هنا بدينا نتكلم في النستد اليمنت، يعني ال HTML كما ذكرنا في السابق انه هي ممكن تتداخل مع بعضها البعض. طيب هذا كان نستد اليمنت، صار في عندي داخل الان اوردر ليست في عندي ان اوردر ليست ايضا هنا. طيب هل في كمان داخل الان اوردر ليست في كمان ليست؟ نعم في كمان order list القائمة المرتبة، هي 1 2 ممكن نحط 3 4 حتى ما لا نهاية، ما عندنا مشكلة في الموضوع. أصبح هاي في عندي إيش؟ تداخل مستوى أول ومستوى ثاني ومستوى ثالث، وفي عندي تداخل ما بين الأوردر ليست اللي هو العلي ويوسف، وما بين الأن أوردر ليست ما بين إيش النقاط هذه. طيب البند الثالث حنتكلم فيه موضوع اللي هو الداتا ديفينيشن والداتا تيرم. كيف احنا نعمل داتا ديفينيشن؟ مثل ما نعمل تيرمينولوجيز او نعمل ديكشنري، نوضح فيه الكلمه ومعناها او مغزاها او التفسير الخاص بهذه الكلمات. طيب هيك احنا حنروح في درس ان شاء الله بنوقف عند 10 دقائق، واذا احتجنا كمان درس ثاني بناخذ 10 دقائق اخرى نروح نفتح السبلايم تكست حتى نبلش نشتغل على هذا الموضوع. ابن الان نفتح الان صفحه جديده وبنروح بنخزن الصفحه، بنعمل كنترول اف حتى نخزن الصفحه. طيب الان وين بنخزن الصفحه؟ هي كنترول اف، الان احنا اسفين عفوا كنترول اس، كنترول اس حتى نعمل تخزين للصفحه. التخزين للصفحه بدنا نخزنها في الليست تايب اللي هو المجلد الموجود على سطح المكتب. هاي لاحظوا وين انا بخزن، انا عامل مجلد في داخل الديسكتوب، هاي الديسكتوب هنا موجود، في داخله في عندي ليست تايبس لو مجلد، انا حاطط في داخله في صفحتين. بدي اعيد الصفحه هذه، بدي اقول هو ايش؟ الليست تايب دوت HTML. نأكد على موضوع التسميات، اسم الملف مهم جدا يكون معبر عن مضمون الملف، والامتداد يكون HTML. طيب هاي سيف، بنبلش الآن بنكتب اللي هو الـ HTML كود وبنعمل أوتو كومبليت حتى يكون بالطريقة هذه. في نقطة أنا تكلمت قبل أو ما تكلمت فيها قبل ذلك اللي هو التايتل. التايتل يا جماعة هو العنوان تاع التاب، يعني شفتوا هذه النقطة، هذا الكلام اللي هنا index.html هذا هو التايتل. طب وين بده يكون موجود؟ على البراوزر، يعني انا اللي بوضعه هنا بده يطلع على عنوان التاب، هذا بسموها التايتل تاب، عنوان التاب اللي في البراوزر، اللي مش هنا اللي في البراوزر. طيب اللي هو المكان اللي احنا بنفتح فيه الملفات الخاصه بال HTML. طيب بنقول هنا HTML list types حتى يكون التايتل مناسب للمضمون ايضا. طيب بنيجي بنتكلم الان في البادي. طالما انا في الان بتكلم في البادي والصفحه انا فتحت انه بتكلم كنت على دكتور غزال هو طلابه او محاضراته او الكورسات اللي بدرسها، بنيجي بنقول H1 كايش؟ كعنوان اساسي عندي اللي هو الدكتور غزال كورسز او كورسز اوف دكتور غزال. طيب الان طالما انا بتكلم قاعد دكتور غزال كورسز، بدي اجي اقول مجموعه الكورسات اللي بدرسها الدكتور غزال هي عباره عن اوردر ليست، يعني السبيلنج اللي انا بستخدمه او التاج اللي انا بستخدمها اللي هي التاج او ال، معناتها او هي اختصار لكلمه اوردر ليست، اختصار لكلمه اوردر ليست، وبسكر الاوردر ليست هنا. اصبح الان عشان اعمل قائمه والقائمه هذه تكون مرتبه فيها ترقيم 1 2 3 4 وما الى ذلك، بفتح اوردر ليست، وفي داخل الاوردر ليست لكل
سطر او لكل بند من البنود اللي انا هكتبها هيكون عندي في شيء اسمه ليست ايتم، وبسكر ليست ايتم اوبن تاج وبسكر ليست ايتم كلوز تاج. طالما انا بدي استعرض الكورسات اللي بدرسها، اول شيء انا بدرس ويب بروجرامينج لانجويج، بروج لانجويج، اوكي؟ طيب ثاني ماده انا بدرسها بنفتح برضو ليست ايتم ثانيه حتى نستعرض الليست ايتم لكل الكورسات اللي انا بدرسها، بقول له ويب ديزاين، برضو هذا ايش؟ ويب ديزاين، وبسكر الليست ايتم، وبرضو انا في عندي كورس بدرسه اللي هو اي كوميرس. طيب هذا كله اللي انا بتكلم قاعد فيه عباره عن مين؟ عن قائمه حتظهر عندي، القائمه هذه فيها ثلاث بنود، وبدنا نزيد بند رابع، هاي بنقول له ليست ايتم، وبسكر هنا بقول له ديجيتال ماركتينج، وبسكر الليست ايتم. طيب تعال نشوف ايش صار بالضبط عندي في الموضوع هذا. نفتح هنا الملف هذا، بل بالعكس بنروح احنا بنفتح الان وين الملف موجود، هيو في الليست تايب، وين موجود؟ هيو على المجلد ليست تايب في اسمه ليست تايب اللي هو دوت اتش ام ال، بنفتحها بنلاقي حالنا انه فتحنا الدكتور غزال كورسز، ايوه هي عباره عن هيد 1 اللي هو هيدلاين، ودخلنا في داخل الهيدلاين في عندي اوردر ليست، هي عندي اللي هو رقم 1 و2 و3 و4. طيب هذا بالنسبه للاوردر ليست بشكل البسيط. نيجي نقول نشوف الايش؟ الان اوردر ليست. طيب تعال نشوف الان اوردر ليست كيف ممكن نسوي فيها. نيجي ندخل الان نقول برضو في عندي اتش 1 ثاني في داخل الصفحه، اتش 1 بدي اقول دكتور غزال ستودنتس، دكتور غزال اوكي ستودنتس، مين طلاب الدكتور غزال. طيب قبل ما انا احط قائمه في طلاب الدكتور غزال بدي اعمل ان اوردر ليست اللي هو قائمه منقطه مش مرقمه. طيب ايش بسوي؟ بقول يو ال اللي هو ان اوردر ليست بنبداها يو ال. طيب اليو ال هذه بدي افتحها اوبن وكلوز تاج، في داخل كل يو ال في عندي ليست ايتم، الليست ايتم هذه عباره عن اللي هو السطر الاول او البند الاول في الان اوردر ليست. عشان انا بدي استعرض طلابي بدي اعمل شويه ترتيب لطلابي، طلاب هاي بقول باتشلور اوكي ستودنت طلاب البكالوريوس، وباجي بقول عندي الليست ايتم الثانيه، هاي الليست ايتم الثانيه بنسميهم مين؟ اللي هو دبلوم، دبلومه او دبلوم ستودنت، يعني انا في عندي طلاب الدبلوم وطلاب البكالوريوس. تعال نشوف ايش اللي صار بالضبط معانا. هاي احنا هنا اشتغلنا ان اوردر ليست وعرضنا فيها الباتشلور ستودنت وعرضنا فيها الدبلومه ستودنتس او دبلومز ستودنتس. طيب تعال نشوف ايش اللي صار معانا هنا ونرى الفرق. ايوان وجدنا الفرق هنا، انه انا بتكلم هنا عن اوردر ليست بسيطه سيمبل معروضه بالطريقه اللي احنا شايفينها، وهنا في عندي ان اوردر ليست معروضه بالطريقه البسيطه.